فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. طيب بالناس كسب ومكسوب، وأنا اللي متبحدي كسبتكم. القدر عند الناس مشري ومحسوب، وأنا عرفت الرأس نهار عرفتكم. وما في المعزة غلب ولا مغلوب، إلا خسرت العالم يكفي أنني ربحتكم. إلا خسرت العالم يكفيني أنني ربحتكم. مستمعيني مستمعاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى هاد الكلمات يرقوكم ويعجبوكم ويدخلوا لقلوبكم بحال السمن مع العسل. اليوم معنا واحد القصة ديال واحد الأخت متتبعة القناة، كل نهار كتقول لي أمين أختي فوقاش حتى القصة ديالي. كنعتذر منها لأنني تعطلت عليها، ولكن ماشي لخاطري، القائمة واللائحة طويلة. وكنعتذر كاع من الناس اللي مازال ما وصلهمش الدور ديالهم، راكم في البال وما عمركم ما تنساو. اليوم هاد الأخت هادي مسكينة كتمر واحد المشكلة اللي شوية قاسحة وصعيبة. حاولت أنني ننصحك أختي غزال في نهاية القصة، ونتمنى تأخذي الكلام ديالي على محمل الجد. الله يجازيك بخير، بقى صغيرة وزوينة وربي غادي يدير لك تاويل ديال الخير، فقط أنت قولي يا رب. ونتمنىكم تسمعوا من البداية حتى النهاية باش تفهموا الحكاية. قوم معي. السلام عليكم، معكم غزال. العمر ديالي 29 عام. من نهار فتحت عيني في الدنيا أخوتي لقيت والدي مطلقين، بابا عايش في فرنسا وماما عايشه في دار جدي في العروبيه قلعه السراغنه. مع العلم الوالد ديالي كان مزوج قبل ما يتزوج بالام ديالي، والمره الاولى ما كتولدتش ليه عليها تزوج بماما. المهم فاش ولدتني الوالده كان يلا عندها 15 عام، عطاتني لعمتها هي اللي رباتني حيت ما كانوش عندها الولاد مسكينه، واصلا هي اللي ربات ماما فاش كانت صغيره. صراحه عمه ماما كانت بالنسبه ليا ام مثاليه وليها فضل كبير عليا. هي هذيك بقيت عايشة معها. فاش درت 5 سنين ماما تزوجت ومشات مع راجلها لمدينة المحمدية. في ذاك الوقت اللي كنت أنا عايشة مع عمة ماما كان كيجي عندي الوالد يزورني في العطلة. الصراحة ما كنتش كنحس حتى بشي حاجة من جيتو، من غير الخوف. فاش كنشوفو كنبقى غير كنبكي، وما كنبغيش يقرب ليا بسبب داك الشي اللي دوز على ماما، حيت كانوا عاودوا ليا كاع داك الشي اللي كان كيدير ليها. حتى ماما كانت كتجي تشوفني مرة مرة، حيت أصلا داك الراجل اللي تزوجت بيه من نفس البلاد ديالنا وكيجي للجده ديالي. هي هذيك فاش درت 10 سنين في عمري كنتفاجئ واحد النهار جعدتنا الوالد للدار وقال ليهم انا بغيت ناخذ بنتي معايا لفرنسا باش تعيش مزيان، حسن ليها ما تبقى هنايا، وغادي نبقى نجيبها ليكم في لي فاكونس تزوركم. بحكم الوالده كانت عاطي الموافقه للجد ديالي. الجد ديالي قال لي واخا غادي نعطيها لك حيت من مصلحتها. اما عمه ماما اللي رباتني ما سخاتش بيا مسكينه، بقيت فيها بزاف. فاش مشيت مع الوالد كانت مسكينه غادي تحمق عليا. المهم مشيت دوزت مع الوالد ديك العطله ديال 3 شهور. مع العلم الفيلا ديالو حتى هي في المحمديه، يعني قريبه لفين كتسكن ماما، وكنت مره كنمشي عندها حتى سالات ديك العطله. عاد مشيت معها لفرنسا. طول ديك 3 شهور الاولى كان داك الاب المثالي، اما بالنسبه للمراه ديالو كانت مسكينه معاقه وما كتقدرش تتحرك، وعندها واحد الولد كبير عليا بخمسة شهور، حيت هاد مرات الوالد هي المرة الأولى. فاش عرفت ماما حملت بيا نضارة حمل الأنابيب وولدت هاد الولد. المهم منين شافت الوالد كيتعامل معايا بحال هكذا غارت. مع العلم هاد المرة الله يسمح ليها صحارة كبيرة لدرجة قلبت عليا الوالد وما بقاش كيتعامل معايا مزيان كيف ما الأول، ورجع كيدير معايا شي تصرفات في شي شكل. تصور واحد المرة جيت من المدرسة دخلت للدار حطيت المحفظة ديالي هبطت سلمت على مرات الوالد. فاش مشيت نسلم على الوالد باسني من فمي، والله يا خوتي لا تشوكيت. شويه عاوتاني ولا كيجي لعندي وكيقول لي انتي ماشي بنتي، امك والدك مع جدك، يعني ماماك حملت من الاب ديالها، استغفر الله. وكان كيقول لي ماماك صيفطاتك لعندي باش تزوجي بيا وتاخدي ليا كاع فلوسي، يعني ولا كيقول لي شي هضور ما كيدخلوش للعقل. صافي داز واحد المده دار ليا تحاليل ديال اثبات النسب وطلعت بصح بنته، ولكن مع ذلك باقي كيقول لي انتي ماشي بنتي. ورجعني للمغرب وشكى بماما وبجدي ودار ليهم مشكل كبير، ودخلني حتى انا في داك المشكل وانا ما فاهمه والو. البوليس كيسولوا فيا وانا كنبقى غير كنشوف فيهم. المهم كان باغي يحمقني في عقلي، شحال من مره ضربني حتى كندير حاشاكم بيبي في سروالي، كان دار ليا الرعب في حياتي.
لدرجة فاش كيقول لي هاد الحاجة كاينة كنقول ليه اه كاينة واخا ما كتكونش، المهم هو غير باش ما يضربنيش. وهذا الشيء اللي كان واقع فيا اخوتي، يلا كانت عندي 10 سنوات. صافي فاش عييت من دوك التصرفات ديالو وليت كنقول ليه ياك انا ماشي بنتك غير رجعني عند عائلتي. قال لي واش بغيتي ترجعي عند ماما؟ قلت لي اه غير رجعني، انا بقيت ما بقيت باغا منك حتى شي حاجه. المهم من بعد عطى الفلوس وزول داك الدعوه اللي دار العائله ديالي. والصراحه واخا هذا الشيء اللي دار فينا انا وجدي وماما ما كنلوموش عليه، حيت دائما كنت كنحس به ماشي لخاطره وماشي اصلا طبيعي في عقله. تخيلوا معايا انا في فرنسا وكيقول لي يا ماما كتصيفط لك البراوات فيهم السحور. ايوا يا خوتي، منين قلت ليه رجعني عند العائله ديالي فعلا رجعني للعربيه عند عمه ماما. داك العام عاودت الخامس ابتدائي حيت هو ما جابش ليا الانتقال من فرنسا. صافي بقيت عايشه مع دادا. فاش وصلت للمستوى السابع كان خاصني نمشي للاعدادي، بحكم في البلاد ديالنا ما فيهاش الاعدادي. داروا لي الداخليه، بقيت عاوتاني ما بين الداخليه والمدرسه. اما ماما ما كتسولش فيا نهائيا، عمرها قالت لي يا بنتي شنو خاصك ولا شنو ضارك. والله اخوتي الا كنت كنتحرق كنت منها شي نهار تهز التليفون وتسول فيا. انا ما كنلومهاش حيت تزوجات وخلاتني، بالعكس الحمد لله من اللي لقات داك ولد الناس اللي تزوج بها وسترها. ولكن كنت باغا تعطيني غير شويه ديال الاهتمام والحنان ديالها، ونحس حتى انا عندي ام بحال جميع الناس. مع العلم واخا كانت عمت ماما كتعامل معايا مزيان وكتهلا فيا، ولكن كيبقى الاهتمام ديال الام حاجه اخرى. دازت ليا واحد النهار طلع ليا الدم، قلت خليني نمشي عند ماما ونشوف كيفاش غادي تتعامل معايا. فعلا مشيت عندها قلت ليها ودي غادي نجلس معاك، وهي تقول لي لا لا يا بنيتي انا غادي عندي راجلي وعندي ولادي، ما عندي ما ندير بالمشاكل. ولا ما بغيتيش تعيشي مع عمتك سيري شوفي لك شي جمعيه خيريه وعيشي فيها. جا راجلها دار فيها وقال ليها حشومه هادي راها بنتك. يعني تخيلوا معايا امك اللي ولداتك ما رحماتكش وراجل امك اللي بعيد عليك حس بيك. المهم بقيت عايشه مع ماما. تصور اخوتي كنوض انا في الصباح نفطر اخوتي نلبسهم نوصلهم للروض نمشي انا للمدرسه. فاش كنكون راجع مع 12 كندوز عليهم وناخذهم للدار، وكنلقى ماما مازال ناعسه نجمع عاوتاني الدار ونطيب الغدا ونغديهم وهي مازال ناعسه. يعني رجعت انا بحال شي خدامه وصافي. ولا مرضت وتقول واش تسول فيا ولا تقول لي شنو خاصك بنتي. حتى ديك الفلوس ديال النفقه اللي كيصيفط ليا الوالد شي 1,040,000 ريال تقريبا انا ما كنشوفهاش، كتشدها ماما في يديها وكتخسرها عليها ما كتخلي منها حتى سنتيم. رجلها ودادا هما اللي كيصيفطوا ليا الفلوس ديال الكتوبه، الا بغيت شي حاجه نشريها. بالرغم من هذا الشيء كامل كنقول ماشي مشكل الحمد لله. من بعد ولا باغي راجل ماما يخرجني من المدرسه، حيت فاش كيجي من الخدمه كتبقى تشكي عليه وكتقول ليه من الصباح وانا واقفه على رجلي. مع العلم اقسم بالله الا كتبقى ناعسه حتى لشي وقت. فاش كيقول ليها غزا شنو دارت كتقول ليه والو، غير كتجي من المدرسه كتجلس تما. قال لي خرجيها من المدرسه، واخا انا كنت الصراحه باغا نقرا باش نوصل للهدف ديالي اللي انا كنت باغيها ونقد راسي. من بعد حتى راجل ماما ولا كيدير ليا المشاكل. فاش كنكون ماشيه نزيد السوايع كيتبعني وكيمشي عند ماما كيقول ليها بنتك دارت وفعلت، وانا اخوتي والله ما كندير شي حاجه. المهم المشاكل غاديه وكتزاد، النفسيه ديالي زيدو كتأزم لدرجه وليت كنطيح بالاعصاب، وليت كنشد ضد. مثلا كيقولوا لي علاش درتي هاد الحاجه، انا ما دايرهاش كنمشي ندير اكثر منها باش نخرج داك الغل اللي في القلب ديالي. اول حاجه بديت بها اخوتي انني رجعت كنكمي. فاش وصلت للباك تعرفت على واحد الولد. واحد النهار كنا كندورو حدا البحر انا وبنت خالتي، شويه هو يشوفني هاد الولد طال لي الرقم ديالو شديته. صافي بقيت كنهضر معاه. الصراحه صدق ولد الناس، عمرني شفت شي حاجه خايبه منه، واخا وقعت بيناتنا علاقه جنسيه في داك البكاره ديالي، ولكن ما تخلاش عليا وبقى معايا. كانت كتشوفو ماما معايا شحال من مره حدا الدار وما كتقول ليا والو. مع العلم هو قبل ما يتعرف عليا كان داير مرياج بلو مع شي وحده، ما نعرف شنو وقع ليه ورجعوه للمغرب. اللي دار مع داك مرياج بلو كان مازال ما طلقاش. المهم من مورا ما فتك البكره ديالي جاتنا للدار، جاب الام ديالو اختو قال لماما انا غزال باغيها تكون مرتي، ولكن غير صبروا عليا ندخل غير داك السيده المغرب نطلقها ونتزوج بغزال. ايوا يا خوتي نات ماما قالت لي لا الا هذا هو اللي ما غاديش تزوجي به.
وهي ما عرفاش ان البكره ديالي مشات. قلت لها انا هذا اللي غادي ناخذ، نتصلت بواحد خالي قالت لي بنت الحرام فقصتني، راه تعرفت على واحد الشمكر وراه كتجيني حتى نصاص الليل وهادي وهاديك، يعني عمراتو عليا. ايوا جا عطاني قتله ديال العصا، عمرني غادي نسمح ليه حتى الغداء امام الله، واخا يكون كيموت ويقولوا لي سمحي ليه ما غاديش نسمح ليه، حيت هو سببي في هادشي اللي وصلت ليه حاليا، حيت كون خلوني نتزوج بداك الولد في داك الوقت ما غاديش نوصل لهادشي. المهم عطى ليا خالي قتله ديال العصا، قالت ليه ماما خدها عليا من هنا راه غدير ليا المشاكل مع راجلي. مع العلم انا متاكده عمرني ما درت ليهم شي مشكل، حتى كلمه العيب هي الاخرى عمرني خرجتها من فمي. صافي قال لي خالي دابا جميع حوايجك كتمشي للعربيه عند داداك. قلت لي علاش؟ قال لي غادي دير الصداع لامك وراكي شوهتينا في الدرب. تصور اخوتي فاش عرف داك الولد انهم بغاو ياخذوني للبلاد جاب مو جا كيرغب ويزاوك فيهم باش يصبروا لي غير بين ما يفك المشاكل ديالو يتزوج بيا. هي هذيك فاش ما قبلوش نط انا ضربت يدي باش نموت، حيت كثر عليا الضغط بزاف اخوتي، ما لقيت حتى شي واحد اللي يحس بيا. واش عباد الله ما لقيتش الرحمه حتى في الام اللي ولدتني، عطنت معانا نلقاها في شي واحد اخر. الام هي اللي كتكون قريبه من البنت ديالها، البنات كنعرفهم دايرين كوارث وما واتهم ساترين عليهم، وانا ما كندير والو ماما حسبني بحال ضرتها او عدوتها ماشي بنتها. المهم فاش ضربت يديه زوني للسبيطار جا خالي بقى عليا بالكذوب، يلاه معايا حق البلاد وفاش تروحي وترجعي مزيانه غادي ترجعك. صافي درت لي خاطرو مشيت معاه، فاش وصلت سدو عليا ما بقاوش كيخليوني نخرج حتى لشي بلاصه. جا خالي في المحمديه شو ذكرى على بداك الولد، قال ليهم هاد الولد كيتعرض لبنت اختي. صافي ما لقى ما يدير داك الولد، رجع كيهضر معايا غير في التليفون وانا محبوسه ما لقيتش كيفاش ندير باش نمشي عنده، بحكم البلاد اللي ساكنين فيها بعيده بزاف على المحمديه. هي هذيك سلمت امري لله وجلست. دازت مده ديال 6 شهور ما بقاش داك الولد كيسول فيا نهائيا، حيت ما خلاو ما داروا ليه، انا تلفت وما بقيتش عارفه شنو ندير. حتى لواحد النهار نت جبت واحد البيسي ديالي، رجعت كنهضر مع الناس اللي عندهم مشاكل باش تخوي قلبي. هادشي في 2004 يعني في ايامات السكايب. المهم 2014 في ايامات السكايب. المهم تعرفت على ناس بزاف كل واحد وشنو عنده، درت مع سوريين. من بعد تعرفت على واحد الولد ساكن حدا دار جدي، هضرنا شكون انت تعرفنا على بعضياتنا بحكم هو عنده سبب. قال لي علاش ما تجيش نسجلك في الليطية. صافي بقيت معاهم في الدار حتى قنعتهم، مشيت تسجلت في الليطية كريت مع البنات، كانت دادا هي اللي كتخلص عليا الكرا مسكينه. من تما وليت كنشرب وكنكمي وكنتحشش وكنجلس مع الولاد، ولكن عمر شي واحد قرب ليا ولا اداني ولا سمعت منهم كلمه لعيب، عمر شي واحد عرفني انني انا ماشي بنت. كنجلس معاهم عادي كنضحك معاهم، بالليل كنمشي للدار فين كاريه وكنعس. مع العلم ما كنعاودش اسراري حتى شي واحد بخصوص البنت، حيت اصلا ما كنحملش نهضر مع البنات. في داك الوقت اللي درت فيه الليطية تعرفت على واحد الولد سوري عايش في تركيا، بقينا كنهضروا المده من 2014 حتى الاخر ديال 2017 في شهر 5. حتى لواحد النهار ويقول لي غزال علاش ما تجيش لتركيا، راه واحد التركي باغي شي بنت تجلس معاه في الدار تونسو. قلت ليه واخا. هي هذيك صيفطت الباسبور ديالي مشيت. الصراحه ديال الله في تركيا ما طولتش بزاف، جلست تقريبا شي شهرين. فاش وصل رمضان قلت لذاك التركي غادي نرجع بحالي. صافي قطع ليا البيع، عطى ليا شي مليون ونص، رجعت بحالي للمغرب. مشيت ديريكت عند واحد صاحبتي جلست معاها، اما مالين الدار يحسب ليهم راني عاد في تركيا. ايوا خوتي عاودت لكم قصتي من الاول غير باش نوصل لكم كيفاش درت باش وصلت للامارات، حيت هادشي اللي داز عليا في المغرب قليل بزاف على هادشي اللي شفت في هاد البلاد. المهم نرجع لكم، فاش رجعت من تركيا بقيت جالسه مع صاحبتي. واحد النهار تلاقينا بواحد السيد كتعرفو هي، وقال لي غزال علاش ما تمشيش للامارات. قلت ليه الا كانت شي خدمه ديال الحلال نمشي، اما داكشي ديال خرجان الطريق انا ما كنعرفش ليه. قال لي لا خدمه راه ديال الحلال، سيري للامارات وديري الفلوس ونقضي راسك، شنو غتبقاي ديري هنايا؟ قلت ليه صافي نمشي، اصلا هنا ما عندي ما يدار وما عندي لا دار ولا دوار. ايوا خوتي طلع هاد السيد كيعرف واحد السوري هو ومراتو هنايا في الامارات، قال لي حقه غادي تمشي عندهم راهم كيخدموا البنات وهادي وديك. قلت ليه صافي. سولت على الاقامه شحال، قال لي عامين وراه كيخلصوا 25 مليون مغربيه، مع علم الثمن الحقيقي ديال عامين هي 50 مليون، ولكن النص كناخذو انا والنص غادي ياخذو داك السوري اللي غادي يمشي عنده. هي هذيك هضر معاهم صايبوا لي الاقامه، جيت لهنا للامارات
والصدمه الكبرى فاش جيت كنتفاجئ ان داك السيد ومراته حاشاكم كيتاجروا في البنات. تخيلوا خوتي، هاد السوري ومراته عندهم بنت عندها 3 سنين وولد عنده 14 عام، واخا هكداك خارجين الطريق. المهم مشيت عندهم للدار، فاش كيجي شي زبون كيصيفطني معاه انا ومراته. والله يا خوتي اللي داز عليا في هاد البلاد ما كيتوصفش، وما كنتش كنعرف شنو هو النعاس. تصور كنكون مع شي زبون كيتصلوا بيا كيقولوا لي شوفي كديري وسيري عاوتاني عند زبون اخر، وهكذا كنمشي من واحد لواحد. يعني ديك 50 مليون جمعتها انا في مده 6 ديال الشهور، ولكن داك السوري ومراته لقاوني هبيله وعرفوا كيفاش يضحكوا عليا. تخيلوا معايا كتجي عندي مرا داك السوري كتقول لي شتي راجلي كيبغيك وكيقول عليك كلام زوين غير تصاحبي معاه. طبيعة الحال كتهضر معايا بالسوريه، غير انا كنهضر معاكم بالدارجه. المهم كانوا كياكلوا ليا دماغي حيت لقاوني نيه ماشي مغربيه مطوره. تخيلوا رجعوا كيلعبوا بيا كيف ما بغاو. تيقت انا ديك الهضره اللي قالت لي زعما راجلها كيبغيني، كنت مع بالي اه بصح كيبغيني. لدرجه رجعت داكشي اللي كنخدمو كنجي وكنعطيه ليه اليد وبلا ما نحسبه وبعينيا مغمضين. هو كيمشي يشريهم شراب وانا نعاود نمشي عند زبناء اخرين. المهم داروا على ظهري فلوس صحيحه، حيت انا خوتي كنت كنخرج غير يومين ولا 3 ايام في السيمانه كنجيب تقريبا 2 ديال المليون ونص، ولا خرجت 2 سوايع كنجيب تقريبا شي 76 الف ريال، وبلا الاكراميات اللي كيعطيو لينا بحال التليفونات بحال. المهم ما علينا، داس مده جابوا 4 ديال البنات اخرين من المغرب. اقسم بالله اخوتي حتى تقولوا لينا يخ من البنات بحالكم اللي خليتو سوري كلب حاشاكم يضحك عليكم. تصوروا حنا البنات بنفس البلاد ونايضه الفتنه بيناتنا بسبابه، كان كل مره يسهر مع وحده فينا واللي خدماتو كتجيبو كتعطيه ليه بعينيها مغمضين، ولكن انا اللي كنت اكبر حماره حاشاكم بيناتهم. حيت من بعد عاوتاني زادوا البنات ولينا تقريبا شي 18 البنت، اما مراته صيفطها لسوريا حيدها من الطريق. تخيلوا فاش كنجي سكرانه الا ما مشيتش ونعس حتى واحد صاحبتي ما نقدرش ننعس، كنبقى نبكي وكنقول ليها والله الا كنبغي محمد اللي هو داك السوري. كتبقى هي كتصبرني وتسكت فيا. فالتالي كنكتشف ان حتى هي متصاحبه معاه، يعني كيلعب بينا كيف ما بغى. ايوا يا خوتي بقينا هكذاك. فاش عرفنا محمد متصاحب معنا كاملين كبرات المشاكل بيناتنا. انتي علاش كتهضري مع محمد؟ انتي علاش خرجتي مع محمد؟ انتي علاش ضحكتي مع محمد؟ غادي تستغربوا اخوتي فهاد الشيء، ولكن راه الحقيقه رجعت الحرب بيناتنا على ودو. صافي فاش كثر الصداع كل وحده فينا فين مشات. انا خداني كرا ليا بوحدي، جاب بنات اخرين سكنهم معايا. ديك البنت اللي كانت صاحبتي حتى هي كرا ليها بوحدها. من بعد رجع كيتعاطى ورجعنا حتى حنا كنتعاطاو معاه، وفلوسنا ولات كتمشي غير داك الشيء. تخيلوا خوتي دوك الممنوعات اللي كيشري كيخبيهم عندي انا. من بعد رجع مدمن على داك الشيء لدرجه ولا كيضربنا بلا سبب. كيمشي عند ديك صاحبتي كيعطيها قتله ديال العصا حتى كيردها كامله دمايت، وكيجي عندي حتى انا كيعطيني قتله ديال العصا، علاش الله اعلم. درجه واحد المره شد حديده كان غادي يخشيها ليا في كرشي، وكاع هادشي اللي كيدير فينا ما نقدروش نهضروا ولا نقولوا شي حاجه، لساننا مخيط. بالخصوص انا كنقول ببالي محمد كيبغيني عليها كيضربني، يعني هاد السيد داير لينا شي حاجه ماشي طبيعيه. هي هذيك دازت مده، واحد النهار بلغ به شي واحد هجمت عليه الشرطه للدار. منظري داك النهار ما كانش داكشي اللي كيتعطى عندي، خليته ليه فوق الطابله وخرج انا واحد البنت. فاش رجعنا بانوا لينا دوك التحريات واقفين حدا الباب. طلعنا حنا للدار كاع ما تسوقناش، شويه هما يقولوا لينا الشرطه. دخلوا لعندو في يقوب واحد التصرفيقه، بقاو كيقلبوا في الدار حتى لقاو داكشي محطوط فوق الطبله. من بعد سولونا حنايا قالوا لنا نتوما شنو كديروا هنا؟ قلنا لهم حنايا غير كارين وصافي. قالوا لينا دابا شنو هاد الشيء؟ واش فساد ولا تعاطي؟ وهو يهضر قال لهم هاد الشيء ديالي، اما البنات ما عندهم حتى شي علاقه، وهما اصلا الشرطه جايين لعندو هو، جاو على ودو هو. صافي خداوه هو للحبس. البنات اللي كانوا معايا مشاو بحالاتهم، بقيت غير انا وواحد البنت. بقينا في ديك الدار غير بجوج بينا. تصوروا معانا فاش دخل الحبس مشينا درنا لمرتو الفيزا، قطعنا ليها البي ديال الطياره باش تجي عند راجلها. واش هاد الشيء ماشي خرج للعقل اخوتي؟ وزيد عليها فاش جات بقات عايشه معانا وحنا اللي كنخلصوا الكرا والمصاريف. ايوا يا خوتي فسالت الاقامه ديالي، كنكتشف انها اقامه وهميه يعني مزوره. رجعت عاوتاني كنجري، ما حيلتي الوراق ما حيلتي الكرا والمصاريف ديال مراتو.
المهم دازت مده خرج هو من الحبس. فاش خرج لعندي ديريكت قال لي انت هي اللي بلغتي بيا وضربتي وضربني الوجه. الصراحه ردوا لي كامل زرق. من تما خرجت من عندهم درت راسي ماشي عند واحد الزبون. والله اخوتي لا سمحت في كل شيء وفي حوايجي من غير الحوايج اللي مشيت لابسه و500 درهم اللي كانت في جيبي لا اقل ولا اكثر. مع العلم داك الوقت راني درت عامين ونص في الامارات. صافي بقيت كندور ما عرفت فين غادي نمشي. وانا نتفكر الرقم ديال واحد السيد شيفور كان هو اللي كيوصلنا مره مره. وين اتصلت بيه جا لعندي مشيت معاه. داك النهار ني تلاقيت بواحد البنت مغربيه حتى هي كانت كتمشي عند محمد. ايوا يا خوتي طلعت هاد البنت كثار من داك محمد بحكم هي دابا شي 11 عام وهي في الامارات. المهم فاش شافتني بنت ليها بحال شي كنز. مع العلم اخوتي انا شحال من زبون كنمشي عندو كيقول لي غزال هاد الطريق ماشي ديالك. كيحكم عليا غير من الطريقه ديال الهضره معاه. وشحال من مره اخوتي كيعطي لي الزبون الفلوس وما كيقربش ليا اقسم بالله. المهم نرجع لكم فاش تلاقيت داك البنت المغربيه مشيت كريت انا وياها ولينا كنخرجوا للديسكوتات. في الاول كنت كنبقى غير جالسه في الديسكو بحال شي مصدومه يعني ما كنعرف شنو غادي ندير حيت ولفت داك السوري هو اللي كان كيجيب لي الزبائن وكيتفاهم معاه. المهم من بعد ولات ديك صاحبتي هي اللي كتفاهم معاهم على الثمن وانا كنمشي معاه. هي هذيك من بعد رجعت كدير معايا حتى هي تحرميات وما كتبغيش تصرف كتقول لي حقا ما دبرتش على راسي هاد النهار. فاش كيوصل وقت لك راه كتقول لي حقا ما عنديش حتى النهار الفلاني ونعطيك. وانا كنوض نتكلف ونزير راسي باش تخلص الكرا. مع العلم شحال من مره غير بالصدفه كنلقى عندها الفلوس. اما بالنسبه للاقامه اللي لقيتها مزورا وتعاود اقامه اخرى جا عندي واحد السيد قال لي انا غادي نقديك الامور. بطبيعه الحال وافقت عاوتاني كنلقى حتى هي اقامه مزوره. ايوا يا خوتي نضرت واحد المحامي على اساس يدير لي تعديل الوضع. طلب لي 9000 درهم اماراتيه. واحد خونا عاوتاني خدم مني 4000 درهم على اساس يدير لي فيزا. ولكن صدقوا حتى هادو غير ولاد الحرام يا خوتي ما داروا لي حتى شي حاجه. هي هذيك بقيت عايشه مع ديك المغربيه شي عام ونص تقريبا وديما كتقول لي غزال ما عنديش عافاك سلفيني. اقسم بالله الا اللي جيت نحسب شحال عطيتها من داك الوقت حتى لدابا تكون واصله شي 4 ديال المليون وبلا التدويره ديال 100 درهم 50 درهم ولا فلوس ديال الطاكسي هادو بلا ما نحسبهم. المهم في شهر 5 اللي فات وقع بيني وبينها واحد سوء تفاهم. طلعت سكنت بوحدي فوق منها بالرغم من ذلك ما قطعتش معها العلاقه. كنت مره مره كنمشي لعندها ومره هي كتجي لعندي. هي ما بقاتش كتستغني كيف ما كانت في الاول. كنمشي انا وياها للديسكوتات فاش كنرجعوا كل وحده كتمشي لدارها. المهم من مورا هادشي كامل خداني واحد المصري لعند واحد الزبون اماراتي. مشيت عنده من دبي للشارقه على اساس غادي ندوز معاه 6 ديال السوايع ب 46000 ريال مغربيه. صافي مشيت عنده تعامل معايا مزيان صدق ظريف. من مورا ديك الليله رجعت تقريبا كل سيمانه كيتصل بيا نمشي لعندو كنجلس معاه جوج سوايع ولا ثلاثه وكنرجع بحالي لدبي. بقيت على داك الحال من موراها بسته شهور قال لي شوفي غادي تبقي غير معايا انايا يعني ما نبقاش نخرج مع رجال اخرين. قلت ليه صافي واخا ولكن انت تعطي لي المصروف وفلوس الكرا وتعطي لي 46000 ريال مغربيه كل شهر نصيفطها لماما. قال لي واخا. ونسيت ما قلت لكمش اخوتي كاع داكشي اللي دارت معايا ماما واخا هكداك مهليا فيها ودايره لها خلصه شهريه وزيد عليها شحال من حاجه كنصيفط ليها غير هي يديها متقوبه وما كتجمعش بحكم هي ساكنه غير في الكرا. قلت ليها ديري غير قرعه وجمعي ديك الفلوس اللي كنصيفط لك ودفعي في شي بارطمان ولكن والو كدير غير اللي في راسها. ايوا الا ما صيفطتش ليها شي شهر كنرجع ما كنسواش وكنسمع الهضره من الفوق. المهم ما علينا فاش تفاهمت مع هاد الاماراتي قبل بالشروط ديالي وقال لي غادي تسكني معايا في عجمان وقال لي انا غادي نتكلف لك بالاقامه ديالك. قلت ليه اوكي. صافي هزيت حوايجي وجيت سكنت معاه. هاد المدينه هادي اللي جابني ليها ما كنعرف فيها حتى شي واحد لا حنين لا رحيم ولكن قلت الحمد لله. المهم ما بقيتش كنخرج اقسم بالله اخوتي كنت عطيه وعد لسيد ربي النهار غادي نجلس غادي نشد الطريق ديال الله يعني انا باقا عايشه في الحرام. ولكن بعدا ما بقيتش كنمشي للديسكوات وقطعت الشرب ورجعت كنصلي غير الكارو اللي مازال ما قدرتش نقطعو وكنتمنى من سيدي ربي يعفو عليا. والله اخوتي اللي داز عليا ما كيتوصفش والهلا يوريه لشي واحد يا ربي يا كريم. تصور اخوتي فاش كنكون مع شي واحد سكران وريحتو خانزه وما عقلش على راسو شنو داير فيك كنقول يا ربي نموت ونتهنى من هذا الشيء كامل. يعني تخيلوا الواحد كيطلب الموت في ديك اللحظه اللي ما تبغيهاش حتى لعدوك.
العدو ديالكم ما تبغيش يموت في ديك اللحظة، يعني صافي عرفوا أنه وصلت ليه العدم. شحال من مرة طلبت الله يعفو عليا، حيث أنا هاد الطريق والله من الأول ما بغيتش نمشي من فيها، وهذا الشيء كامل اللي وصلت ليه والله ما كنت مخطط ليه ولا طيح ليا أصلا في البال. المهم أخوتي هذه هي القصة ديالي، وحاليا المشكل اللي عندي هو مع هاد الإماراتي. هو في الأول قال لي جلسي معايا أن نجيب لك مصروف، المصروف ديالك والإقامة ديالك نصيبها لك، وما ما كتوصلها فلوسها. قبلت صافي، داز الشهر الأول كان كل شيء بخير ومزيان، مع العلم هو خدام في دبي وكيدوز سيمانة وسيمانة هنايا. هذا الرجل هذا ما شفت منه حتى شي حاجه خايبه، ولكن المشكل اللي فيه انه كيتقدى ليا مره في الشهر فقط. يعني تخيلوا معايا كيف غادي نعيش حاليا. والله الثلاجه الى خاويه كتصفر، انا خوتي نفسي خايبه، يعني ما نقدرش نقول ليه بغيت هادي ولا تجهيت هادي، ما تسمحش ليا النفس ديالي. واخا ديك الحاجه تبقى فيا نبردها في قلبي ونسكت، غير القارون اللي كنلقى معاه مشكل. خاصني ضروري ضروري نكمي جوج بكيات في النهار الا ما كانش نحمه. فاش كيرجع لخدمتو كيخلي ليا سيمانه كامله 100 درهم ولا 150 درهم اماراتيه، مع العلم هاد الفلوس ما عندها ما دير ليا هنايا. وزيد عليها لقيت معاه مشكل ديال الاقامه، واخا وعدني بها كل مره يدير ليا عذر، حكا صبري عليا هاد الشهر حكا عندي خدمه مزيره. ويلا هضرت معاه وقلت ليه واش باغي تشد الطريق معايا، ما كيعطيش ليا راس الخيط. والله يا خوتي لا تلفت وما عرفت شنو غادي ندير. واحد الراس كيقول ليا غير صبري وحمدي الله مني ما بقيتيش كتخرجي، واحد الراس عاوتاني كيقول لي علاش طيحتي راسك في هاد الدل، سير رجعي للديسكوات وقلبي على راسك حسن ليك. وغير اليوم صليت صلاه الاستخاره وطلبت ربي، قلت لي يا ربي لا هاد ولد الناس فيه الخير خليه معايا، الا ما فيش بعدو مني قد ما بعد السماء على الارض. والله يا خوتي ما بغيت لا فلوس لا املاك، انا بغيت غير نستر ونستقر وصافي. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي. ودابا عافاكم اخوتي، نصحوني قولوا لي شنو ندير، الله يجازيكم بالخير. راني في واحد الحاله يرثى لها، قلبي غادي ينفجر وحاسه براسي غادي نحمق. وشكرا بزاف على الاستماع ديالكم، شكرا لاختي امينه بزاف بزاف، وكنتمنى منك حتى انت تقولوا لي شنو ندير. الله يرحم لك الوالدين، والسلام عليكم. وكما ورد على مسامعكم الطيبه مستمعين ومستمعات قناه سمع حكايتي، الاخت ديالنا غزل اللي عودت لنا القصه ديالها امله منا النصيحه وكذلك الدعاء. القصه ديال غزل ما كرهتكمش تبارطاجيوها على نطاق واسع باش البنات يتعلموا ويستافدوا وياخذوا العبره من هذه القصه هذه. قبل ما نبادروا باعطاء النصيحه وكذلك الراي ديالنا، الله يجازيكم بخير، ديروا لي جيم ولي كومونتير وبارطاجيو كاملين. الاخت ديالنا غزل، غزل يا غزل، هذا اسم فقط مستعار. بغيت نقول لغزل داكشي اللي داز عليك اختي ماشي سهل، وهذا الشيء راجع للتشتت الاسري اللي دائما او بعض الاحيان كيجيو عندنا قصص اللي كيكون مشاكل ديالهم يعني مشاكل عويصه. ولا جينا نشوفوا من البدايه ديال الحياه ديال هاد الطرف او هاد الشخص او هاد الانسانه، غادي نلقاو ان المشكل اللي عندها هو يعني التشتت او التفكك الاسري. اما كتلقى الام ماتت الله يرحمها وخلت الاب تزوج، جاب زوجه اب، جاب واحد الزوجه اللي ما كتحترمش او ما كتهلاش في وليدات راجلها. او كتلقى الام طلقت من الاب وكانوا ضحايا في هذا الموضوع كامل هما الوليدات. فهاد الشيء كينتج واحد الفئه ديال الناس اللي كتكون النفسيه ديالهم مهزوزه. صراحه داك الاخطاء اللي دارت الاخت غزال في الايام المراهقه والشباب راجع لذاك التشتت الاسري اللي هضرنا عليه، ما لقاتش اللي يجمعها لا اب رحمها ولا ام رحمتها. الاب عايش الحياه ديالو، الام كذلك، ولكن تربت مسكينه ما بين المد والجزر، ما بين الاخذ والعطاء. يعني باها بحال الكره، باها يرميها لامها وامها ترميها لباها، وباها يرميها لعمتها اللي تحيه كبيره كبيره من هذا المنبر العمه ديالها اللي حنت فيها بعدا واحد شويه وقدرت انها ولو ان ما جمعتهاش 100% الا ان البنت الصراحه تربت في وسط واحد العائله اللي يعني خلاتها تعاني في الصغر ديالها. بالنسبه للخال ديالك اختي غزال، كون يمكن مشيتي معاه في الخط مع خالك ربما ما كانش غادي ينقصك حتى شي خير،
ما تقوليش انا خالي ما نسمح له لا دنيا ولا اخره. خالك راه بغى فيك غير الخير. هو الصراحه التصرف ديالو كان تصرف صبياني، ما كانش عليه يتعامل معك بحال هكذا، ولكن ربما هو غير بغى يتجنب المشاكل والصداع وبغاك تنسي تعيشي مرتاحه، ولكن كان العكس والعكس صحيح. فبالنسبه للمشاكل اللي كتعيشيها حاليا، فانتي تبارك الله دابا في قمه النضج ديالك. ما تقوليليش ان لا وانكم ما كانوش هما داروا لي وهما سبابي وهما لا. الانسان اختي اللي كيبغي يعيش في الحلال راه كيعيش في الحلال. بصح كانوا عندك مشاكل وكانوا عندك ازمات نفسيه مع عائلتك، مع الاب ديالك اللي كان كيتحرش بيك وانت باقا صغيره. يعني ربما الاخطاء ديال الصغر يعني نتجاوزوها ونغضوا عليها البصر، ولكن الاخطاء اللي راكي عايشاها دابا حاليا راها ما خصهاش تكون. لان اختي غزال ونجيك بصحيح العباره يعني، ونجيك يعني منيشان، نجيك منيشان ما بدون لف ولا دوران، ان انت عجبتك العيشه السهله، عجبك الفلوس يعني اللي ساهلين، عجبك الكسب اللي ساهل، المكسب اللي ساهل. يعني بغيتي الفلوس، بغيتي تاكلي، بغيتي تشربي، بغيتي تعيشي حياتك ولكن بطريقه غير شرعيه. شوفي اختي الحرام راه كيطلع حتى السما كيهبط على مولاه. راه واخا تجمعي في الحرام شحال ما جمعتي راه ما عمرك غادي ديري به زعما شي طايله. فانا اللي شفتو اختي في القصه ديالك، وسمحي لي يعني انا دائما صريحه والصراحه ديالي هي هذه. كنتمنى منك تقبليها على صدري نرحب، باش تكون هاد الهضره اللي غادي نقول لك دخليها ديريها حلقه في ودنك وحاولي. شوفي هو الحقيقه مره اي واحد كنقولوا فيه شي حاجه اللي هو فيه ما كيبغيش يتقبلها في الاول، ولكن الا بقى كيشوف الامور من واحد المنظور صحيح ولا هضر مع نفسه بالمنطق غادي يلقى راسو ان بصح داكشي كاين. والانسان راه قدر يغير من نفسه غير من خلال هذاك الانتقاد اللي كيكون ماشي هدام، بالعكس انتقاد بناء. فهو اختي انا في الحكايه ديال كامله ما حسيتش بك ولو 1.0% ديال خوفك من الله سبحانه وتعالى، كونك انتيا عايشه في الموبقات، عايشه في الزينه وعايشه في الوسخ وعايشه في الفساد وعايشه في علاقه محرمه. في الوقت اللي انت بامكانك تعيشي بالحلال، كاينين بنات في الامارات في السعوديه في الدول العربيه والدول الاوروبيه وخدامين بدراعهم وكيسهروا الليل وكيخدموا وكيكافحوا وكيكسبوا كسب طيب وحلال وربي كيدير لهم فيه البركه، وهذاك الحلال كيطلع. يعني واخا ما يطلعش هذا الشهر والشهر اللي مورا والشهر، راه ما عرفتيش الرزق ديالك، راه ربي سبحانه وتعالى كيوصلك. شتي الرزق ديالك كيتبعك بحال تبعك الموت. انت تهربي من الرزق ديالك وهو تابعك، انت هاربه من رزقك وهو تابعك. فهاد الناس اللي كيمشيو يتبحثوا على الرزق بطريقه غير شرعيه وكيزربوا على الرزق ديالهم، راه نفس الرزق اللي غادي داك 50 مليون اللي غادي تشديها في الحرام راه غادي تشديها حتى في الحلال، ولكن الا صبرتي غتشديها مجموعه ويكون فيها الخير والبركه. فانتي السؤال ديالك فقط انا واش نبقى مع هذا السيد ولا نمشي بحالي؟ يعني انت مشي بنتي بحالك غادي تمشي تدبري على زبائن وحدين اخرين وغتبقاي منغمسه في الحرام. انا ما بغيتكش تبقي عايشه في الحرام اختي غزال، شابه وزوينه وباقا صغيره والحياه كلها قدامك، علاش انا نبقى عايشه في الحرام ونضيع راسي ونمشي نهار نلقط شي مرض الله يحفظ الله يحضر السلامه ونصدق هذاك الحرام كامل اللي جمعته ما يعالجنيش؟ علاش اختي؟ انتي في بلاد الناس، كوني كابابل، كوني واحد الصوره زوينه تعطيها للمغربيات. يعني كاينين بنات مغربيات مساكن اللي كيخدموا بالحلال تما في الامارات واخدين عليهم ناس نظره خايبه وكيقولوا لا وراهم كيجيو لهنا يفسدوا، وراه كيجيو لهنا الخليجيين، وراه كيديروا كيفعلوا. بحيث ان كاينين بزاف ديال الاخوات مساكن الا كيجبدوها من فم السبع وكيسهروا عليها الليالي وكيخدموا عليها وكيشمروا عليها كتافهم وكيضربوا فيها النار الكحله باش كيجيبوها العائله لاتهم وباش كيديروا بها يعني المستقبل ديالهم. فانا ما غاديش نقول لك اختي جلسي مع السيد لا وصبري. انت دابا كتهضري على الثلاجه خاويه، شنو دايره بينك وبين الله؟ ماذا بينك وبين الله؟ ماذا بينك وبين الله؟ شنو بينك وبين الله؟ شنو درتي لله؟ شنو كديري مع سيد ربي؟ جمعتي شويه باش تلاقي مولاك؟ عرفتي لا متي وانت كتزني اختي غزال، ما تقوليليش ما بقيتش كنخرج. انت راك عايشه في الحرام، انت عايشه عيشه حرام في حرام في حرام في حرام، عايشه عيشه دنكه، عايشه عيشه دنكه في الدنيا
اللي قال عليهم الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة نحشره أعمى. يعني كتعيش واحد العيشة خايبة في الدنيا وفاش كتمشي عند الله كتمشي عامية عورة. فأنا بحال هاد القصص أقسم بالله إلا كيبقاو فيا البنات مساكن. أنا مقدرة الظروف ولكن حتى شي ظروف، كاملين عندنا الظروف، كاملين دزنا من ظروف خايبة ومقبلناش على رؤوسنا نديرو الحرام ونديرو الفساد. أقل حاجة من أسهل حاجة يديرها الإنسان هو الفساد، أسهل حاجة تخرجي ليها ديريها هي الفساد. الحرام دغيا كيطلع وكيتجمع ولكن كيتهدم. الحلال صعيب ولكن الطعم ديالو ما كاينش بحالو. فانا اول حاجه شنو غادي نقول لك اختي؟ انا ما غاديش نقول لك لا تفرقي معاه وسيري دبري على راسك في جهه اخرى، لا انا غادي نقول لك تفرقي معاه ونوضي شمري على دراعك وخدمي خدمه حلال وسيري ترافقي مع رفقه اللي تكون كتخاف من الله. كاينين كما كاينين بنات ما كيخافوش من الله، كاينين بنات الاصل اللي كيخافوا من الله ومتربين. وسيري اختي انت راه كاينه الخدمه في الامارات تبارك الله، الامارات فين ما مشيتي تخدمي، يا في مطعم يا في قهوه يا في ريستو هو مطعم، اي حاجه. شي سيري اختي الطواليطات ما فيهاش العيب الا كان المكسب ديالك حلال وكتاكلي من عرق الجبين ديالك، واخا يعني ديري اللي درتي يكون حلالا طيبا. قد شي باش كننصحك انا ورجعي الله سبحانه وتعالى وتوبي. توبي الله سبحانه وتعالى كيقول لك قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فمادام انك رجعتي كتصلي ورجعتي، شوفي نقول لك واحد القضيه، راه كيقول لك من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فكان لا صلاه له. انت واخا كتصلي مازال كديري المنكر، ما تقولي ليش انا ما بقيتش كنخرج كتزني اختي كديري حرام. راه هادي مادام جيتي حكيتي الحكايه ديالك في قناه سمعك حكيتي، فانتظري مني هذا الكلام، هذا ما غاديش ننافقك ونقول لك لا راكي كديري ونصفق ليك. كنتمنى من الاخوات الكريمات الله يجازيكم بخير غير ما تجرحوها، شدروا معها الرسول صلى الله عليه وسلم كما كيقول سيدنا الحبيب عليه الصلاه والسلام ادفع بالتي هي احسن. حنا ننصحوها هي بالشويه وبالهداوه، ومن يشرح الله قلبه للاسلام راها او هي راها مسلمه، ولكن خصها يعني داك المعاصي تزولهم وتنقي راسها، تغسل راسها من الذنوب والمعاصي، وما تعرفي هذه تكون حسن مني ومنكم كاملين. غير مازال باقي لها غير واحد مثلا، يمكن غير هذه النصيحه اللي غادي ننصحوها حنا بلاتي، وتوصل ليها وتقيسها وتنوض وتطلب الله وتقولوا يا سيدي يا ربي عاوني باش ناكل الحلال ونعيش بالحلال ونصرف على راسي بالحلال ونصرف على عائلتي بالحلال ونلقى ولد الحلال ونولد وليداتي حلال وتكون عيشتي حلال ومشي إلى جنة النعيم اللي الله سبحانه وتعالى يبرعك فيها. فاختي غزال شنو غادي نقول لك؟ رجوع لله، من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر، هي غير هاد الآية، غمضي عينك ورددها. من يتقي الله، التقوى هي الإيمان، التقوى هي الدين، التقوى هي كل شيء. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. توكلي على الله واستعدي بالله من الشيطان الرجيم، ونوضي اختي تغسلي الغسل الاكبر بنية التوبة من الزنا ومن الفواحش ومن المناكر، وصلي ركعتين توبة نصوح، طلبي الله يجعلك من التوابين. الله سبحانه وتعالى كيفرح الانسان فاش كيتوب وكيرجع ليه. وقولوا يا ربي اني وكلت اليك امري فانك تحسن التدبير. وكل الامور ديال الدنيا والدين كامله لسيدي ربي الكريم، واكيد وتكون النيه خالصه، تكون النيه خالصه لوجه الله تعالى، والله سوف ترين عجبا، والله سوف ترين عجبا، والله سوف ترين عجبا. الله يهديك ويهدي بينا ويجعلنا سببا لمن اهتدى يا ربي. فاخر حاجه غادي نقولها لك اختي غزال وباختصار، سير اختي كما قلت لك بعدي على الحرام وحاولي تقلبي على عيشه ديال الحلال. وما انا هذا السيد هذا ما خصكش تبقي معاه حتى دقيقه واحده، لانك عايشه معاه في الحرام، عايشه معاه في الحرام، وكان غير معيشك شي عيشه ديال الحرام وزاهيه ومزهره، نقولوا غيبقى فيك الحال. الا راه انت عايشه في الحرام
في الحرام في الحرام، ولكن عيشة ما هي عيشة؟ تي كتبقى بالجوع، عيشة في الحرام وكتبقى بالجوع، عيشة في الحرام لا حول ولا قوة إلا بالله، حرام من مقرد ماشي تشي حرام برا. فكيف ما كان هو كيبقى حرام، وللحلال وللحلال نكهة خاصة. هادشي اللي نقولك عزيزتي، إلا ما بغيتيش ترجعي لبلادك وانتي يد اللور يد القدام، نوضي اختي دبري على راسك وخدمي في الحلال وديري علاش تولي، ملي تلقاي راسك درتي شي بركة ديال الفلوس رجعي لبلادك وديري شي مشروع، وخا كري غير شي محل وديري فيه شي هكا شي مشروع، وخا الى قد الحال وربي غادي يعاونك عليه، ولكن غير يكون هذاك الشيء اللي غادي ديريه يكون كله حلال. وربي سبحانه وتعالى كيبغي العبد التواب وكيفرح للتوبة ديال العباد ديالو. وكنتمنى اختي نصيحتي تكون في المستوى وتاخدي كلامي على صدر رحب وتقبليه، وتوعديني انك غادي ان شاء الله ترجعي لله، وان شاء الله الا درتي هذه الخطوه اللي قلت لك حاولي انك تعطيني الجديد ديالك، وحنا متبعين معك كل جديد. وكنتمنى من الاخوان والاخوات، انا عارفهم كيتبعوني من الامارات، الا كان شي حد يعني كيتبعني وخدامين خدمه هكا حلال طيب وقديتو تساعدوا هذه البنت مثلا حتى هي مسكينه تساعدوها في التوبه وترجع تخدم خدمه حلال طيب تصرف بها على راسها، فماذا بكم؟ الله يجازيكم بخير، تواصلوا معايا. وإلا بغات الاخت بطبيعه الحال وبغات تخدم الحلال، فالحلال راه كيعيط على اللي كيبغي الحلال، الحلال كيعيط على اللي باغي الحلال، واللي كيبغي شي طريق راه كتسهل ليه، واللي كيطلب الله شي حاجه راه كيرزقو يعني داكشي اللي بغى ربي كيقول له هاك، بغيتي الدنيا هاك، بغيتي الاخره هاك، بغيتيهم بجوج هاك. هادشي اللي نقدر نقول لك اختي، شكرا بزاف للتتبع ديالكم، نتمنىكم كذلك الله يجازيكم بخير، تنصحوها وبدون تجريح، الله يجازيكم بخير، ديروها اختنا بنتنا اي حاجه يعني غير هي، ما نجرحوهاش ما نقولوا لها شي كلام اللي يزيد يخليها تحقد على 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 راسها وتزيد تمشي فداك الطريق هذاك. شكرا بزاف اختي غزال مره اخرى على سردك الحكايه ديالك في قناه سمح حكايتي، كنتمنى ان شاء الله ما نكونش اخرت عليك الاسباب ان كاينين وحدين اخرين قبل منك حتى هما بحاجه ديال انهم يحطوا القصص ديالهم. شكرا جزيلا للناس اللي كيصيفطوا لي في الواتساب، الناس اللي كيدعوا معايا، الناس اللي كيفرحوني بجيم، الناس اللي كيفرحوني بكومونتير، الناس اللي كيقولوا كلام زوين في الحق ديالي، الله يجازيكم بخير والله يخليكم عليا وبارك الله فيكم ونعم العائله الثانيه اللي عندي. شكرا جزيلا، دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.